مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سؤال وجواب مع علي. بيسرني استضيف اليوم أخصائية النطق ريتا الحلو. مرحبا ريتا. صباح الخير علي، كيفك؟ صباح النور. سؤالي لليوم لإلك رح بيكون: شو دور الأهل وقت أولادهم عم بيواجهوا صعوبات باللغة؟ طبعا علي، الدور الأساسي هو على الأهل. يمكن في ناس بتقول أنا بحط ثيرابيست، أنا بدي معالج، إن كان معالج لغة أو معالج حس حركة وبيخلص دوري هون. لا، هذا الشيء غلط، لأنه حتى نشوف نحن تقدم كتير كبير عند الأولاد لازم الأهل ياخدوا دورهم. وهون أنا رح أحكي عن 3 نقاط. أول نقطة يلي هي اللفظ، ثاني نقطة يلي هي الكلمات، وثالث نقطة يلي هي الجملة. هلا ممكن بلشوا ملخبطين، ماشي الحال. قبل ما أفوت فيهم بالإجمال، كيف نحن منا نساعد ولدنا ينمي هيدول القصص؟ منا نبلش من الحياة اليومية، لأنه بتخيل الأهل، وأغلب الأهل يلي بيشتغلوا بيوعوا بكير وبيروحوا على أشغالهم، أو ما عندهم وقت كافي إنه يقعدوا مع أولادهم. فنحن فينا ننمي هدول ال3 أشياء من خلال القصص الحياة اليومية يلي نحن بنعملها كل يوم. نبلش من الترويقة والغداء والعشاء يلي فينا نستخدم هدول الأوقات كرمال ولادنا يكونوا موجودين معنا وعم بيساعدونا، ونحن بنعطيهم اللغة. كيف مثلا نعطيهم كلمات يلي هو فوكابولوري على مستوى الفهم وعلى مستوى التعبير؟ طبعا ما بدنا نقوله للولد عيد وراي او احكي منيح، بفوت معي على المطبخ وبصير انا بخبر او بفسر شو عم بستعمله غراض، وبحكي عنها وبستعملها بهيدي الجمل. مثلا تنعتبر انه نحن عم نعمل هلا سلطة، ففينا نستخدم كلمة خس حتى نحن نعلمه إياها في حال هو ما كان بيعرفها. فبلش أنا باخد هيدي الخسة وبلش من البداية، عم شيل الخسة من البراد، عم غسل الخسة، عم قطع الخسة، عم حط الخسة بالجاط، عم آكل الخسة. فأنا استعملت كذا جملة فيها كلمة خسة، ابني عم بيركز عم بيسمعها فعم تعلق براسه. مرة على مرة، نهار بعد نهار، بصير قادر إنه هو يكتسبها، بصير قادر إنه هو يفهمها مزبوط، بصير قادر إنه هو يقولها. وفي يساعده على الفهم لما يكون في كذا غرض بالبراد وأطلب منه روح جيب لي الخسة، فهو مضطر أو بصير بيسأل أو بصير بيفهم وبده يركز شو يعني خسته. فأنا بكون عم نمي له الفهم يلي عنده على مستوى الكلمات لحتى بعدين يقدر يعبره. ومثل ما حكينا عن الخسته، نحكي عن حيال غرض موجود بالمطبخ، حيال غرض موجود عندنا بالبيت نحن منكرر إنه نحكي عنه. ومثل ما بنعمل هيدي الأشياء بالطبخ أو بالمطبخ، فينا نعملها مع ولدنا هو وعم يتحمم، هو وعم بينام، نحن وعم نلم الغسيل، فينا نعملها نحن وعم نطوي الغسيل، نحن وعم نطب التخت. فكل شيء عم نعمله نحن بنحكي عنه، خاصة الأشياء اللي ما بنشوفها كل يوم. ممكن يقطع بالقصة صورة جديدة، ممكن على التلفزيون يشوف حيوان جديد، أو حيالله شيء نحن علينا نذكر وعلينا نعطي المعلومة وعلينا نحكي عنه ونتركه هو حتى يخزنها. فهذا على مستوى الكلمة. هلا تننقل على مستوى الجملة، كيف بننمي له جملته المضبوطة؟ وطبعا كل حدا حسب لهجته، يعني إذا أنا لبنانية عم بحكي لبناني وبقول أنا بقص الخيارة أو أنا بقطع الخيار، ممكن بغير بلد بنستعمل، أو حتى بغير منطقة اللي أنا موجودة فيها بنستعمل غير فعل، بنستعمل غير لهجة. أنتوا كيف بتحكوا بالبيت؟ نستعمل هيدي الجملة حتى الولدنا يكتسبها. وابدا ما بنستعمل جمل كتير طويله، يعني روح جيب لي من الخزانه القميص الصفراء يلي انا حطيتها امبارح تحت المنشفه البيضاء. لا، هيدي جمله كتير طويله وابني ما بيقدر يستوعبها، ما بيقدر يفهم انا شو قلت، وبالتالي ما بيقدر يقولها لانه هو كانت كتير طويله عليه راسه ما قدر حللها. فنحن علينا نستعمل جمل قصيره حسب مستوى ولدنا، يعني في بلش بانا عم اكل، قبل ما احكي انا عم باكل الملوخيه يلي طبختها ست امبارح وطلعت لنا اياها من الدار. فاذا انا عم اكل، وبعدين بطولها لتصير انا عم اكل ساندويش، انا عم اكل تفاحه، انا عم اكل
شوكولا وبكفي بالشي اللي انا عم بعمله، ومش بس انا عم باكل، في انت عم تاكل، في بابا عم ياكل، وفي تيتا عم تاكل، وفي الناس كلها اللي حوالينا يلي عم تعمل هيدي الافعال. علينا نحن انه نحكي عنها، انه نعم نحكي عن الفعل يلي عم نشوفه. فينا كمان نزيد شغله، اذا ولدنا كان ابدا ما بيحكي، مش نحن نعطيه كل القصص اللي هو بحاجه لها، ونحس انه الام عم تفهم مع ابنها وبتعطيه يلي بدها اياه، لا، لازم نعطيه فرصه انه يعبر. يعني مثلا بده مي، مش كبايه المي تكون دغري قدامه على الطاوله، فيها تكون اعلى شوي على المجلى، فيها تكون على الرف، ولما هو يدلي نحن نقول مي، بدك مي، بدي مي، بدي مي، شوي شوي بصير هو بيفهم انه انا حتى اخذ هيدا الغرض انا بحاجه طلع صوت، بحاجه احكي، فبصير بتطلع الاصوات منه، بصير بتطلع الكلمات، وبصير عم بيقدر يربطهم بجمل. فما تكون القصص كتير سهله، لازم نحسسه انه هو بحاجه يتواصل. فاذا حكينا عن الكلمات، حكينا عن الجمله، هلا رح احكي عن اللفظ اللي هو بينقسم لأحرف، طريقة لفظ الأحرف، ولا طريقة تركيب لهالأصوات مع بعضهم. الأحرف بتنترك على الثيرابيست هي بتشتغلها، بس تركيبة الأصوات مع بعضهم الأهل هون لهم دور كمان كتير مهم. مثلا كلمة بندورة إذا الولد ما بيقدر يقولها لأنه هي من مقاطع صوتية طويلة، با نا دو را، أربعة، صعبة، ممكن الولد يقول أورا أو دورا أو شيء مختصر عنا، فأنا علي أقطع له إياها، في أقطع بالزقفة، في أقطع على حيلا آلة موسيقية، في أرسمها وأقطعها حسب المقاطع الصوتية. وطبعا نبلش من من الكلمة السهلة يعني مؤلفة من مقطعين، يعني مثلا طابة، بطة، صورة، فهيدول القصص منزقفها نحن وولدنا. وطبعا وقت محدد من النهار، مش كل النهار من نضل نلعب هيدي اللعبة ونزقفها ونخليه يعيد ورانا، صح؟ فمنقطع له إياها، بس يصير قادر يقطعون، ننقل للكلمات اللي هي مؤلفة من ثلاث مقاطع صوتية، مثلا فراشة، ومن بعدها للكلمة اللي مؤلفة من أربع مقاطع، وهيك منكفي. بصير هو لوحده ابننا عم بيركز على شو عم بيصير وعم بيسمع. واهم اهم اهم شيء انه نلاقي وقت نلعب مع اولادنا، لانه اللعب هو اهم من كل شيء، اهم من الدرس، واهم من كل شيء ممكن نعمله. نخلق لاولادنا فرصه يلعبوا، نلعب نحن وياهم، ونحكي نحن وياهم على القصص اللي عم نعملها. هذا بيكون اهم شيء حتى نساعد اولادنا ينموا اللغه على كل الأصعدة اللي حكيت عنها. ريتا شكرا كثير على هالمعلومات القيمة اللي اعطيتينا إياها. فإذا باختصار، لعبوا مع أولادكم، احكوا مع أولادكم، خففوا وقت الآيباد والتليفون والشاشة، لأنه لنطور اللغة لازم نتواصل. شكرا عن جديد، انطروني الأسبوع الجاي بحلقة جديدة سؤال وجواب مع علي، وما تترددوا تبعتولنا أسئلتكم لحتى نستضيف أخصائيين يجاوبوا عليها. شكرا.